السلام عليكم، أهلا أم عبد الباسط، رحبوا بكم. اليوم كيف كتشوفوا معنا واحد البيتزا بالشكل ديال المضاعين، كنتمنى أن نترككم وندوزوا إلى التفاصيل. بسم الله، غنشوفوا معكم المكونات. عندنا 300 غرام ديال الدقيق الأبيض، عندي معلقة كبيرة ديال الخميرة الفورية ومعها واحد شوية ديال السنيدة، يعني واحد نص معلقة صغيرة. هذه غادي نكب عليها شوية الماء دافي دابا باش تفاعل ليا، كنقول لكم دائما هي خاصها تفاعل وتذوب باش تكون النتيجة إيجابية. عندنا المدافي، عندي جوج معالق ديال الزيت العادية، عندي جوج معالق ديال الحليب بودرة، وعندي واحد القبيصة تاع الملح اللي غنملح بها. هادو هما المكونات بالنسبة لاباط. البامبات شوية غادي نديرها ايبيس، يعني غليظة شوية، دونك غادي نضيف الحليب بودرة، قلنا جوج معالق. غادي ندير ديك القبيصة ديال الملحة، الملح على حساب القياس. غادي ندير دوك جوج معلقات ديال الزيت العادية، غادي نعجنها، نتسنى تتفاعل ليا شويه هاد الخميره، غادي نعجنها ونصفقها ونوريكم السمك ديال القوام ديالها كيفاش داير. العجينه من بعد ما عجناها كتجي على هاد الشكل مطاطيه، ما كتلصق ما والو. في الاول فاش كتبغي تعجنها راه كتلصق، ولكن اون فوا كدلكها راه كتولي عاديه. دونك غادي نديرها في البلاستيك الغذائي وغادي نعطيها وقتها واحد ربع ساعه حتى 20 دقيقه، ونتلاقاو ديك الساعه باش نغرسوها ان شاء الله. حنا غادي ندوزو دابا باش نوجدو جميع الصلصه. دونك خديت واحد فص ديال الثوم وواحد الورقه ديال سيدنا موسى كيف ما كتشوفوا. غادي ندير واحد ثلاثه المطيشات، ثلاثه ديال الطماطم اللي غادي باش نطيبو الصلصه ديالنا. وغادي ندير واحد نصف كاس ديال الماء، لا اكثر ولا اقل، فاش غطيب لينا هاد المطيشه، لان ما غاديش نبغيوها ميها. دونك غادي نشعلو على البوطه وضروري نغطيوها، ما غادي نديرو لا توابل لا والو، غادي نقصو عليها البوطه وغادي نغطيوها ضروري من الغطا باش داك الصهد يرجع عليها، ونطحنوها من بعد ونصفيوها. المهم غنشوف معكم المراحل ديال المطيشه من بعد. دونك غادي ناخذ دابا واحد البصله اللي درت عليها واحد شويه زويته عاديه، وغنخليها تشحر. على ما طيح ليا شي شويه غادي نزيد عليها واحد الفلفله خضراء اللي مقطعه هكا دوائر. المهم هادو هما المراحل الاولى اللي غادي نبداو بهم، ونتلاقاو من بعد باش غادي نشوفوا البقيه. ها هي البصله ديالنا كما كتشوفوا بدات تهبط شويه، دونك ما نخليوهاش حتى تهبط كامله، وغادي نضيفوا عليها دابا ديك الفلفله يعني باش يطيبوا اون باراليل، يعني تبقاو هنا. دونك غنزيدوا عليها الفلفله الخضراء ونخليوها حتى هي تهبط شويه. المطيشه ديالنا راه ديجا كتغلي، نحسوا بديك المطيشه طابت مزيان، صافي ونكثروا عليها. البصيله ديالنا ها هي صافي، نضرب صافي راه واجده. انا ما بغيتش ديك الفلفله تطيح كامله، يعني باش يبقى لنا داك اللون الخضر ديالها كيجي زوين في البيتزا. دونك غادي هذه غادي نحيدها، وغادي نشوف معكم او ميم طون هاد المطيشه. نظن حتى هي راها طابت، ها هي كيف ما كتشوفوا صافي راها واجده ناشفه. دونك بقايا غير نطحنها ونصفيها، نحيد ديك الوريقه ديال سيدنا موسى هي الاول. ها هي نظن الوريقه ها هي، غادي نحيدها وغنخليها تتبرد، نطحنها ونصفيها ونشوفو ونقول لكم الاضافه اللي غادي نزيد عليها. احنا رجعنا دابا لاباط ديالنا هي طابت، دونك غادي نديرو نعمروها معكم. دونك لاصوص كندهنو عادي، يعني الطريقه التقليديه. ها هو هاد لاصوص مقسمه على جوج، دونك غادي نبقى نايطالي هاد لاصوص كامل على جدا، نحاول ما نخرجش الجناب، حدي الداخل. غادي نرش عليها شويه تاع الموزاريلا، ضروري هاد رشه الموزاريلا انا عندي في البيتزا ديالي، ضروري كنرش الموزاريلا ولا اي فرماج عندكم متوفر الاحمر تحكوه. المهم انا عندي الموزاريلا، دونك كنرش واحد شويه هكا عاد باش كندير الحشو. مازال غادي نغبرها من الفوق. دونك كناخذ واحد الكميه ديال البصله اللي كنحاول نوزعها بالتساوي بهذه الطريقه هذه، كندير هاد كنحط شويه تاع الطون، شويه تاع الطون بالزيت لا اي حاجه. حاولت هو نوزعه بالطريقه، وكاين اللي كيكتفي غير بالخضار كيدير شي الكرعات هي كيشحرها مع البصله. المهم اللي متوفر عندكم تقدروا ديروه في البيتزا ديالكم، يعني ماشي بالضروري حتى يكونوا هاد المكونات.
كنجيب لك الفلفله، هذا داكشي اللي جبت لكم، بغيتها شويه غليظه باش يبقى لي داك الدوائر ديالها هكا، كاين اللي كيزين بالزيت ومكحل. دونك غادي ندير هاد الدوائر هاك، الزيت ديالنا راه كتجي واحد دابا، راه ولا كيتفنن فيها، واخا هي راه دوريجين ايطاليه ولكن الحمد لله المغاربه راه كيتفنوا في هاد الشيء. بحال قالت كتختارعي صوص بوحدك، كالكارنيتور حتى هي كديريها على حسب الذوق اللي عندك. المهم هذا هو الشكل ديال البيتزا ديالنا. عاوتاني غنغبرها ثاني من الفوق، ضروري التغبيره من الفوق، وغادي ندير لها شويه تاع زعيطره، وكاين اللي كيبغي يدير واحد الخويه ديال زيت العود. انا دابا لو مو فيان ا لا بوش دونك انا غبرتها بهذه الطريقه هكا. غادي ندير شويه تاع زعيطره ولا الزعتر، انا عندي دابا متوفره زعيطره، علاش لا مره مره نبدلو. دونك كنغبرها هكا بزعيطره من الفوق وندخل هاد الثوب، غادي تشوفوها اكيد فاش غادي تذوب، وغادي نعمر الاخرى، ومن بعد نتلاقاو في طبق التقديم ان شاء الله. الطبق النهائي ديالنا كيجي على هاد الشكل، البيتزا ديالنا كتجي على هاد الشكل كما كتشوفوا، كتجي بنينه ولذيذه، ومره مره الانسان يدخلها في الاطباق الرئيسيه ديالو. كنتمنى ان الحلقه تروحكم، والى اللقاء ان شاء الله.